هنبدأ بيونت 1 ومراجعة positions of time. حروف الجر احنا بنقسمها لحروف جر مكان وحروف جر زمان، تمام؟ معناها بيختلف طبعا لما تكون يعني نفس حرف الجر كلمة on مثلا، لو انا قلت لك on Friday يبقى معناها فيه، صح؟ طب لو قلت on a table او on the table يبقى معناها على، يبقى اذا معناها وهي for time مختلفة عن for place، تمام كده؟ طيب حروف الجر اللي عندنا للزمان عندنا ثلاث حروف in وon وات. المفترض ان اصغر وحدة من وحدات القياس في دول هي الساعة، تمام؟ دي بناخد معها ات، تمام كده؟ يعني اقول ات 6 o'clock ات 7 o'clock وهكذا، تمام؟ في بعض التعبيرات اللي بتيجي مع كلمة ات زي كلمة ات نايت وات نون، ماشي؟ نايت ونون بياخدوا ات. طيب نون اللي هي ظهرا اللي هي الساعة 12 الظهر، وكلمة نايت اللي هي ليلا، ماشي؟ طيب وات ميد نايت، تمام، ماشي، اللي هي منتصف الليل. طيب لو علينا شويه بقى بالتايم، يعني اتكلمت على حاجه اكبر من الساعه اللي هي ايه، نبدا بقى بايه، ايام الاسبوع، ماشي؟ يبقى هناخد اون، حلو كده؟ يبقى الايام بتاخد ايه، اون. موضوع التواريخ، يعني ايه تاريخ؟ التاريخ الكامل بيبقى عباره عن يوم موجود برقم، رقم اليوم مثلا اقول لك ايه 15th of December 1995، ده كده تاريخ كامل. حلو، التاريخ الكامل ده لو احتوى ارقام من 1 لـ 31 اللي هي المقصود بها اليوم، سواء كانت قبل الشهر او بعده، يعني لو قلت لك مارش 15th، تمام، يبقى معنى كده ان انا هاخد قبلها اون، لان بعتمد ان ده يوم. حلو كده. طيب من ضمن الحاجات برضو الحروف الجر اللي عندنا كلمة ان، ودي هعلى شوية بمستوى الوقت، يعني انا دلوقتي بدأت بالساعة وقلت شوية الاكبر شوية اللي هو الايه اليوم. طيب بعد كده الشهور اقول قبلها ان، بس يكون شهر بدون يوم، ماشي؟ لو عندنا فصول السنة in winter in summer in fall، تمام، او in the fall، كل ده بياخد ايه in. مع السنوات اقول in 2000، ماشي؟ القرون يعني اقول لك 21st century دي تاخد in. فترات اليوم زي ايه، in the morning the afternoon in the evening، تمام، ده كله بياخد ايه، بياخد in. في مصطلح عندنا يقول لك in 15 minutes، في خلال 15 دقيقة، ده بياخد ايه؟ in، تمام؟ بالنسبة بقى للمضارع البسيط، احنا بناخد له النهاردة استخدام جديد. استخدامه ده خاص بايه؟ هو المضارع البسيط بيعبر عن facts or habits، عادات أو حقائق، تمام؟ عادات حاجات متعود بعملها، زي ما أقول لك I go to school by bus every day، ده تعتبر ايه؟ habit. الفاكتس زي ما أقول لك ايه؟ the sun rises in the east، بتشرق من الايه؟ من الشرق، دي فاكت. حلو كده. في الحالة دي بشوف الفيرب لو قبله هي وشي وات او اسم مفرد احط له ايه نهايته اس، تمام، ولو كان قبله اي ووي وذي ويو او بلورال ناون يبقى في الحالة دي نحط ايه الانفينيتيف او المصدر، وفي حالة النفي دونت ودازنت طبعا، ماشي. طيب الاستخدام الجديد بقى اللي هو التايم تيبل، اللي هو جدول المواعيد. زي جدول مواعيد ايه بقى؟ اي جدول مواعيد وسائل مواصلات، ماشي؟ يعني اقول لك ذا فيرست مترو ترين ليفز ات 8:20، حتى لو ضفت بعدها كلمه تومورو او حاجه تدل على المستقبل، ده جدول مواعيد، تمام. اقول لك ذا ليسن ستارتس ات كذا، يعني الدرس بيبدا الساعه كذا، تمام. الافلام والمسلسلات وبرامج التلفزيون كل دي تاخد ايه مضارع بسيط لو انا لو هي محدده بجدول ثابت. طيب نشوف مع بعض كده الايه اللي تحت. Complete the sentences. Number one, I never go to school Fridays. هنا Fridays ده ايه؟ يوم، يبقى ياخد ايه؟ on، تمام. When does the bus to Sous leaves؟ leaves دي هتبقى ايه؟ leave. ليه؟ لأن قبلها كلمة does اللي هي تعتبر فعل مساعد، ودو does وديد معروف إنه بيجي بعدهم ايه؟ الانفينيتيف، تمام. Number three, we traveled to Luxor March. March ده ايه؟ شهر، يبقى نقول ايه؟ in. Number four, the film starting tomorrow at 9. كلمة starting هنا المفترض هتبقى starts. ليه بقى starts؟ عشان ده فيلم هنا singular noun. وليه اصلا خدنا مضارع بسيط؟ عشان ده scheduled event، يعني حدث مجدول اللي هو time table يعني. طيب number 5، they bought the new house at، وجايب لك 13th April last year. كلمة 13th April المفترض ان هنا ده يوم، فاقول on 13th April. Number 6، I always go to school
the morning. يبقى نقول in the morning. تمام. The first metro train leaves at 7. لأن ده يعتبر time, وقت يعني. طيب we need to have this report ready 15 minutes. يبقى أقول in, ومعناه خلال, ماشي, أو في غضون, ماشي. We had a wonderful holiday. هقول in 2020, لأن 2020 ده إيه؟ سنة. يبقى أقول in. Number 10, what time the lesson start. كلمة start هنا جاية verb infinitive, فنقول هنا إيه؟ What time does the lesson start. Number 11, the library opens. تمام, هي مفرد, فالفعل اللي بعدها بيكون مضاف له S. بخصوص موضوع الاس بتاع present simple, بص, هو ما ينفعش الفاعل والفعل اللي بعده يكون نهايتهم S. ركزوا معايا في الكلمة دي تاني. يعني كلمة the library دي مفرد هنا, لو محطوط لها اس يبقى الفعل اللي بعدها ما يجيش باس, اقول اقول open بس, صح؟ طيب لو انا جبتها مفرد بدون اس يبقى لازم الفعل اللي بعدها يكون فيه ايه؟ اس. اذا الفاعل والفعل ما ينفعش الاثنين يتحط لهم اس في البريزنت سمبل. تمام كده؟ طيب نمبر 12, the train to port said leave. هتبقى leaves. ليه leaves؟ عشان present simple واللي قبلها اسم مفرد.